السلام عليكم ابو مستر فرد السرعة على اليوتيوب. معانا فيديو النهارده بعنوان مقاطع مريحه للاعصاب. قبل الفيديو عودك تشترك في القناه واضغط لايك. والله نبدا الفيديو. عودنا الفيديو بدانا الفيديو غزي بداناه العصفوره اللي بيخبط دي بتاعت الفتيات الفرشه بتاعت التجميل وكده دي فرشه التجميل دي فجر الاراضي عشان يعمل طريق او نفق يعني الأرض بيكون صلبة بحط فيها الغام عشان ايه يشيلوها دي بيقطع اللحمة كده بس بتاعها ايه حتت رقيقة خالص يعني ايه رقيقة خالص دي بيقطع البيض بيقولك بيقطع ازاي كده دي آلات بدل تقطعها بالسكينة لا تحط دي بتشيلها وتروح مقطعة على طول دي بيضة عاملة ازاي سبحان الله عاملة ازاي يا سبحان الله دي برضو مدى بتاعت تجميل الفتيات برضو انا يعني مش عارف فيها برضه من تحت الفتيات بس دي تجميل بتاع الفتيات بتاع البشرة وكده واو دي يقطعها ازاي يعني يقطعها اي حتت رقيقة برضه حتت رقيقة تلاقي برضه دي بتاع الفتيات دي برضه شوف دي بتاع مندلزيا يقطعها ازاي يقطعها بسرعة خيالية ودي برضه بيقطع اهو شوف بيقطع ازاي دي بتقطع مش عارف ايه دي برضه دي ما حاجة بتتاكل ولا ايه حاجة عادية مش عارف لسه شوف دي بيبس شوف البيبس عامل ازاي حاط حاجة من فوق ايه دي بقى من فوق البيبس من فوق تلاقي دي بغلف من فوق دي بغلف من فوق لا دي بس كله في بعض دي مادة التغليف دي اللي بتغلف مثلا اطار ولا بتغلف حاجة زي كده او سيارة حاجة زي كده دي بتغلفها كلها دي بيشيل المادة زي الباك كده أو زي الأيس كريم بيشيلها من الأسلاف الطبق دي مادة حاجة بتتاكل في الصين دي التنس الإلكتروني تعملها عليه ويلعبها لك على طول دي التنس الإلكتروني دي برضو حدث كل معظمها الصينيين هم العاملين دي برضو أكل بتاع الشوارع بس مرة حلو مرة روعة شوف ده كان داخل الشوارع في الصين عامل ازاي دي برضه السيراميك دي السيراميك يعني شوف هي سرعة يعملها بسرعة يعني مش بيغلط يغلف التاني يمسك ورقة على طول دي برضه تغليف زي الورق بس دي بنغلف العشب أو بنغلف النجيلة بنغلفها كده عشان الرطوبة وبتاع كده دي بيعمل واو حاطها في سلة بينزلها بتعمل شكل مرة دوامة ده رسم الجلد برضه دي بتطحن كل حاجة يعني بتفرمها يعني بتفرم كل أي حاجة تفرمها ازاي واو شوف تفرمها ازاي دي الضافر هيورينا دلوقتي بتلاقي دلوقتي هيشبع ينضفه ازاي ولا ايه ده هنشوف دلوقتي ايه بقى بيحطوا كده في مش عارف ده كأنه يدخل الطيارة في الجزاز على طول دي بيكتب الكتروني او بيكتب زي ما بيكتب بالظبط اهو دي زي ما بيرسم دي بيرسم برضو التكنولوجيا سادة يعني في الصين وكده دي بيرسم على اسمه ايه عاد في الصين بقى دي مشروبات وكده بيرسم عليها بيقطع اللحمة المجمدة بيقطع تستخدم بقى حسب لحمة ايه خنازير ولا حاجة دي بيعمل جزاز الصودا بيلعب في الصودا بتاعت الجزازة وكده هيورينا دلوقتي بيلعب في شوف بيلعب بيعمل بقى بيديه دي حاجة رزية بيسيحها بالنار كده مادة رزية بتسيح من النار كده شوف هتلينا ازاي وحاجة صلبة بعملها بالنار هتلينا ازاي واو شوف دي بقى بالمية ايه دي مادة بغرقها بالمية وكده شوف عامل ازاي دي بتقطع مادة رزية برضو ايه بالسكينة بتقطعها بالسكينة وورينها بتقطعها ازاي طب عايزين نعرف ايه بيقطعها بيزعم بيها ايه ولا ايه بيها ايه دي بتاع بشرة الفتيات واو دي بيضاعها عاملة ازاي واو شوف دي بيقطعها ازاي مادة اللزجة بيقطعها باللي بتاع على طول بيقطعها هو عمال يقطع فيها دي بيعمل حاجة بالشفاطات بيعمل بيها حاجات شوف عاملة ازاي هي يعني ممكن الوقت يبقى شكل في الاخر هيورينا العمل رسم نجمة عمل رسمة نجمة شوف عاملة ازاي دي لحمة مجمدة
هيقول لك عامل ازاي، شوف البتاع عامل ازاي. دي مادة لزجة برضه وبتطحها بالسكينة، المادة اللزجة بتطحها بالسكينة عامل ازاي. شوف دي بتطع برضه مادة لزجة عشان يطويها ولا يعمل حاجة، يطبخ يطويها حط في بتاع فيها زيت شكل بقى يطويها وكده وتلوها عامل ازاي. خذ الاشتراك، 1000 مشترك وتلاقي نفسك. مع السلامة.